مشاهدينا معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب سيد جهاد المومني. أهلا بك سيد جهاد. سيد جهاد، يعني للتأكيد، ما هي الأعداد النهائية في جداول الناخبين التي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني؟ نعم، شكرا لك. الرقم النهائي 4,647,000 وبعض الكسور، يعني أكثر من 4,600,000، هذا هو الرقم حاليا. لكن طبعا هناك سيكون تأشير على بعض الأسماء المتوفين، يعني لدينا من الوقت حتى إلى ما قبل 10 أيام من يوم الاقتراع سيكون هناك تأشير على أسماء المتوفين، أسماء من يتجندوا في الجيش، وهؤلاء لن يكون من حقهم أن يصوتوا. وبخصوص الآلية التي يتبعها الراغبون بالترشح، يعني بعد نشر نماذج الترشح على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، الآلية بسيطة. اعتبارا من صباح يوم الغد تبدأ لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية في المحافظات باستقبال طلبات الترشح. طلبات الترشح يجب أن تكون مكتملة الوثائق ومستكملة الشروط بالنسبة للمترشحين وكذلك بالنسبة للقوائم. الترشح يكون بقوائم، ولكن كل مترشح ضمن القائمة عليه أن يتقدم بوثائقه الخاصة. نعم. وتشمل شهادة عدم المحكومية وشهادة إثبات الجنسية منذ أكثر من 10 سنوات وإيصال برسوم الترشح ومقدارها 500 دينار وصورة عن هوية الأحوال، الهوية الشخصية، وصور شخصية للمترشح ومنها نسخة إلكترونية. وطبعا يجب أن يكون المترشح مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية. بالنسبة للقائمة، نحن نطلب حضور جميع أعضاء القائمة لمرة واحدة، وهؤلاء يفوضون شخصا منهم ينوب عنهم ويوقعوا على هذا التفويض. وأيضا نطلب منهم إيصال بإيداع أمانة مالية لدى البلدية التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للقائمة، وهذا بقصد في حال كان هناك ارتكبت القائمة مخالفات انتخابية وتعرضت لغرامات معينة. القائمة يجب أن تحضر اسم القائمة ورمز القائمة على نسخة إلكترونية لكي يتسنى لنا طباعتها على أوراق الاقتراع. هذه فقط المتطلبات. يتقدم الشخص والقائمة على نموذج خاص بطلب الترشح، وعندما تستكمل كافة الأوراق اللجنة المختصة تقبل الطلبات وتبعثها إلى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وعندئذ سيكون هناك 7 أيام أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بهذا الطلب أو ذاك. نعم سيد جهاد، يعني بخصوص تنظيم هذه الآلية نظرا للوضع الوبائي الذي يمر به الأردن الآن. يعني نحن نظمنا هذه العملية، وهي مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، مرحلة حساسة، ولذلك كنا على ثقة. كما حدث في 2016 كان من الممكن أن تكون هناك جمهرة واكتظاظ بسبب التزاحم على حصول على رقم واحد للقائمة، ولكن ما دمنا غيرنا هذا الواقع، والتعليمات التنفيذية الجديدة تنص على أن أن القوائم تحصل على الأرقام من خلال القرعة وفي اليوم الأخير ومن خلال المفوضين، يعني لا داعي للاكتظاظ ولا داعي للاستعجال بالوصول إلى مقار لجان الانتخاب، لأنه هذا لن يكون مفيدا. القرعة ستكون في آخر يوم وبعد نهاية دوام يوم الخميس، آخر أيام قبول طلبات الترشح. لكن هل سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص؟ بكل تأكيد، يعني نحن لن نقبل بالازدحام، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني أمر الدفاع واضح، لا يجوز التزاحم بأكثر من 20 شخص أو حضور أكثر من 20 شخص في منطقة واحدة، وما ينطبق على الحفلات والأعراس والمطاعم سينطبق على أي تجمع في الانتخابات. يعني عملية الترشح مرة أخرى لا تحتاج هذه المرة إلى تزاحم على الإطلاق. نعم. وهناك جهات أمنية تحمي هذه العملية أيضا
في إطار الحماية العامة للعملية الانتخابية بشكل عام. نعم، إذن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب السيد جهاد المؤمني، شكرا جزيلا لك.